والله انا ضد الفيروز. ماشي. وهاي دعاية امريكية انا اعتبرها لتحطيم العراق. لا حول ولا قوة الا بالله. لتحطيم العراق. اي نعم. زين وايطاليا. ايوه قل له بقى. امريكا تشيل التليفون وترفع على رئيس ايطاليا، رئيس فرنسا، رئيس اي رئيس. يابا احنا عندنا هاي الخطة لتحطيم الوطن العربي، وهو اصلا ماكو مرض كورونا. يعني ده مش انسان عادي، لا لا خالص، ده حاجة هدية من ربنا او حاجة. اللي ماتوا بهذا المرض اكثر من 20 واحد. وينهم؟ انت حدوتة. انا بالنسبة لي كمواطن عراقي لا امن بالكورونا ولا امن باي مرض ولا اخاف من اي مرض. ليش؟ اول شيء مؤمن بالله. قلبك عامر بالإيمان وعاصي لله بنفس اللحظة يعني. هذا الله العظيم لك شعاع. الله يهديك إن شاء الله. الله لا يهديني. اقتلوه اقتلوه اقتلوه.